فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد يجمعنا بكم عبر الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم. في هذا اللقاء الذي عودناكم أن نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلى البرنامج عبر خدمة البريد العادي أو عبر خدمة البريد الإلكتروني، ويجيبكم إن شاء الله في هذه الحلقة الدكتور موسى إسماعيل الذي نرحب به باسمكم جميعا. دكتور موسى، السلام عليكم. شكرا، بارك الله فيك أستاذ واشم، وبدوري أيضا نرحب ونحيي جميع المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا. إذن نبدأ دكتور على بركة الله في الأسئلة التي ترد إلى البرنامج. معنا سؤال من أم محمد من ولاية بسكرة تسأل وتقول أنها تعاني من الوسواس القهري، وتطور الحال بها إلى الخوف من سكرات الموت، فتقول: فهل عندي إثم في هذا؟ وأن يحدثني الشيخ عن السكرات ويطمئنني. نعم. هذا سؤالها الأول. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع الوسواس تلاحظ بأن نعم. الأسئلة عنه كثيرة، يعني صار السؤال عن الوسوسة وعن الوسواس يعني كثرة. وهذه الشيء هذا الذي كثر السؤال عنه وهو الوسوسة، ما نقولوش ما لم يكن موجود، موجود في كل وقت، لكن الكثرة هذه نعم. يعني تلاحظ عند الناس. الوسواس أولا اسم من أسماء الشيطان وصفة من صفاته أيضا، لأن الله تعالى في سورة الناس لما قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إذن الوسواس وهو الشيطان. ما معنى يوسوس؟ بمعنى يأتي وينفث في هذا الإنسان في روعه، ليوقع هذا الإنسان في الشك وفي الاضطراب. هذا الشيطان الموسوس يستغل نقطة الضعف عند الإنسان، كان يجيهم في الطهارة، كان يجيه الوسواس في الصلاة، كان يجيه الوسواس في الصيام، كان يجيه الوسواس في النجاسات أو في تصرفات كثيرة. يعني تشوف حالات بعض الناس، مرة يعني طرح علينا سؤال، يعني جاءوا ناس قالوا لنا يعني الحالة من جهة العروسة هذيك تغيظ يعني مسكينة من شدة الوسواس، لما تمد حاجة للشيخ تاعها ولا عجوزتها ولا ترفد هذيك الحاجة هكذا، تخاف انه فيهم نجاسة ولا هي مريضة، وهما ما فهموش الحالة تاعها، خاصة الناس اللي ما يحاولوش يفهم، شايفين بأن العروسة هذه راهي تتكبر عليهم، إلى درجة قالوا لوليدهم طلقها. تشوف الحالات، بمعنى الوسواس راه يوصل الإنسان لحالات ماهيش مقبولة. بعض الناس يجيه الوسواس في الصلاة، تلقاه واحد يصلي الظهر في 5 دقائق ويروح، هو يقعد نص ساعة ومازال ما صلاش الظهر تاعه، يبدا يشك، قريت الفاتحة ما قريتش، قلت الله أكبر ما قلتش، ويبقى يعاود ويبقى في الوسواس. الناس راحوا صلوا وراحوا ومازال. وهذا الشيطان بالوسوسة لأجل أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا هو الغاية من الشيطان، أن يبعدهم عن الطاعة والعبادة. لهذا كان العلاج للوسواس أنني
ما نسمعلوش، لا التفت اليه، لاني عارف بانه من الشيطان والشيطان عدو لازم لي نحاربه. هذه الحالة تاع الوسواس يعني اللي جاها، اللي جايها مع الوسواس من الموت، من الموت، نعم، الخوف من الموت، لعلها قرأت أو اطلعت على شيء. نعم، هي هذه ما كانش إنسان ما يتخوفش من الموت مهما كان، وأنه يكره الإنسان الموت شيء طبيعي. المؤمن يخاف من الموت ويكره الموت موش لأنه ما يظن بأنه نهاية الدنيا، لأنه عارف بأن هناك حياة أخرى. يخاف موش مستعد يتذكر المعاصي تاعو، يخاف من الموت خوفا من معاصيه، خوف من الشيء اللي هو فيه، خوف لأنه ما التوبة تاعو ما يش كاملة. هذا هو، كاين خوف طبيعي في الإنسان أنه يتخوف من الموت، لكن أنه يصبح هذا الخوف مرض كما هذه الحالة، نعم، هذا موش مقبول. غير المؤمن يتخوف من الموت، لماذا؟ لأن غير المؤمن يعتقد بأنه ما كانش حياة أخرى، هو يخاف من الموت، يظن بأنه إذا خلاص، إذا مات خلاص ما بقى له، فهو حريص على الدنيا. لكن المؤمن لا، يؤمن بأن الدنيا ما هي إلا مرحلة انتقالية، ينتقل فيها من دار إلى دار باقية، من دار فانية للدنيا إلى دار باقية. نقول للأخت هذه، احنا لما يجي واحد عنده المشكل هذا تاع الخوف من الموت، لازم نعاونوه بالطريقة الآتية، نقنعوه بأن الموت مصير كل حي، كل حي يموت، والحي الذي لا يموت هو الله. أما المخلوق مهما كان هذا المخلوق فإنه يموت. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، يخبره أن الله تعالى يقول له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. يعني ولو تعيش 10 قرون، تعيش 20 قرن، مصيرك الموت. المهم لما نبدأ نقنع في هذا الإنسان بأن الموت هذه حتمية لكل إنسان مهما كان. اثنين، لازم نؤمن بأن الله تعالى رحيم. احنا نعيش بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. صح نخافوا من المعصية، نخافوا من العقاب، نخافوا أن الله تعالى ما يرضاش علينا، وفي نفس الوقت الخوف هذا وحده لا يجوز، لازم نعود للرجاء. عندنا الطمع في رحمة ربي، شحامل واحد دار أكثر من اللي درنا احنا وربي يغفر له، شحامل واحد كان عنده معاصي مثل الجبال وذابت ما بقى فيها ولا شيء، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. فلما يكون عندنا هذا الرجاء نقدر نتغلبوا على هذه المشكلة هذا. ولهذا الأخت هذه نرجع لها الثقة في نفسها، في الإيمان، الإيمان بأن القضاء والقدر، أن العمر محدود وما يعرف وقت الموت إلا الله عز وجل، يعرف الأجال تاعنا، ما نقدر لا أنا ولا أنت ولا هي ولا أي واحد يعرف وين تيموت. كاين ناس كانوا دايرين نفوسهم يموتوا في 20 ولا 30 سنة وعاشوا 90 سنة، وكاين اللي كان عنده الطمع يعيش 90 سنة ومات في 30 سنة. الموت بيد الله. لما تكون عندها الثقة بأن الأمر بيد الله وإحنا نرضى بقضاء الله، خلاص أنا راني عايش في هذه الحياة، نعيش عادي ونعمل للدنيا كأنني أعيش أبدا، ونعمل للآخرة كأني أموت غدا، وراني عايش طبيعي بالإيمان بالعمل الصالح، و
والوقت اللي جات مرحبا بها. لما نقنعوا هذا القناعة تبدأ يروح لها هذا المشكل. اثنين، الدواء الثاني اللي يقوله الأخت الكريمة، إذا كان عندك شدة الخوف ديري المعادلة بقوة الرجاء، غلبي رحمة الله وتخلصي من القنوط، لأن هذا قد تدخل في القنوط واليأس من روح الله، وهذا القنوط واليأس من الكبائر، يعني من الكبائر، ذنوب الكبائر، أن الإنسان ييأس ويقنط من رحمة الله، وإن شاء الله ربي يثبت قلبها ويذهب عن هذه الوسوسة يا رب إن شاء الله. طيب نواصل في الأسئلة، ومع أم محمد دائما ترجو منكم الشرح المفصل عن النمس، فهناك تقول: من يقول أنه نزع الحاجب كلية وإعادة رسمه، وأنا نزع الشعر الزائد لا يعد نمسا، فهل هذا صحيح؟ هو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. النامصة هي اللي تنحي الشعر تاع حواجبها، تنحيه هكذا، نعم، أو تنحيه لغيرها، قادرة هي ما تنحيش الشعر هذاك ولكن هي تنحي الشعر لواحد آخر، سواء كانت فاعلة أو مفعول. نعم، هي من تقوم أو من نعم، سواء كان هي اللي تنحي ولا نحات لغيرها فهي داخلة في الإثم هذا، النامصة والمتنمصة. أولا إذا كان الحاجب هذا، ربي يجعل الشعر على الحاجب لحكمة وفائدة، ولهذا الحكمة يعلمها الله تعالى، يقدر الأطباء المختصين لما يبحثوا في هذه الأمور يلقوا بأن هذا الشعر اللي فوق العين ربما عنده حكم ما نعرفوهاش احنا، وربما يتوصل الطب إن شاء الله ليعرف بعض الحكم، احنا نجم نعرفوا بعض الحكم بسيطة، مثلا الإنسان إذا عرق الحاجب هذا راح يمنع العرق المتصبب باش يوصل لعينه، حكمة بسيطة مثلا، والحاجب زينة للإنسان، وهكذا. ولهذا تشوف واحد ما عنده الشعر في وجهه كامل، يعني صورة غريبة، الصورة ما شوية ما يش، لكن هذاك الشعر يجعل من الوجه جمال يعني. إذا المرأة بالحاجب تاع هذاك، هل هو حاجب طبيعي أو غير طبيعي؟ ماهوش احنا اللي نقولوا، نقولوا لها للمرأة هذه تشوف النساء كما هي، إذا عاد يشوفوا فيها نظرة غير طبيعية ويقولوا لها وجهك ماهوش كما وجه امرأة، ويشوفوا بأن حواجبها خارجين عن العادة ماهوش عاديين، ثم نقولوا لها هذا الحاجب لازم يتعدل، والشعر الزائد هذاك لازم تنحيه. لكن إذا كان الحاجب طبيعي لا يلفت الانتباه والأمور عادية جدا، هنا ما يجوز لاش تروح تمسه، ولهذا هذاك الشعر الزائد اللي خرجها عن الطبيعة وعن العادة عند النساء، إذا كان هذاك الشعر الزائد هذاك تنحيه، إذا كان عادي إذن ما يجوز لاش تلمسه. هذا هو الكلام عن المعنى النامصة والمتنمصة. طيب أميمة تسأل وتقول: عمرها 23 سنة وهي مخطوبة وعندها عقد قران شرعي مع خطيبها، تقول: أخبرته أن ابن عمتها يريد مقابلتها من أجل أن يتحدث معها بعد انقطاع العلاقة بينها وبينه لمدة تقريب 5 سنوات بسبب العمة التي تحدثت في شرفها وتربيتها وكلام لا يستوعبه العقل، مع العلم أن والدي وأمي قد توفاهم الله. تقول أميمة: عندما سمع خطيبي بهذا الكلام غضب كثيرا وقال لي: إذا تكلمت معه فأنت مطلقة 1000 مرة. فتسأل تقول: أريد أن أعرف ما هو الحكم هنا، فهو لم يعي ماذا قال من شدة الغضب، وتقول: هل أصبحت محرمة عليه؟ نعم، يعني باش يتوضح لي السؤال. تقول: يعني مع العلم لم ألتقي بابن عمتي يعني ولم أرى.
نعم، أولا يعني لما ننظر إلى هذا السؤال والحيثيات اللي وقعت، نعم، هذه من الآثار تاع الكلام بزاف في الهاتف بين الخاطب والمخطوبة. علاش تحكي له هذه الحكايات؟ نعم. ثم هذا وليد خالها أيضا. لا، هذا وليد عمتها اللي طلب يشوفها. نعم، وليد عمتها. هي امرأة طفلة مخطوبة، لا الشرع ولا العرف الاجتماعي يخلي الراجل هذا ولا الطفل هذا يعيط لهذه البنت هذه ولو بنت عمته ويقول لها حبيت نهضر معك ونتلاقى بك. احنا في الأعراف يعني ما نتكلمش عن الجانب الشرعي والفقهي، حتى في العرف الاجتماعي الطفلة انخطبت ومدوها ما تبقاش تدور برا ولا اللي يجي يهضر معها ولا يعيط لها ولو من العائلة، خاصة وين كان الشبهة. ولهذا المفروض هذا ما يكلمها، ما يعيط لها، ما يعطي لها موعد تلقى بها، خلاص راهي مربوطة برجل بخطبة رسمية إلى آخره. اثنين، كان هي ما تقولش كلام هذا للخاطب، هذا ما تقولوش. نعم، ما تقابلش وليد عمتها هذا وما تتكلمش معاه، وفي نفس الوقت ما تقولش الكلام هذا للخاطب، لأنه بليس هنا دخل، لأن هذا اللي خاطبها لما تجي تقول له وليد عمتي قال لي نكلمك وكذا، واش راح يجي بليس؟ بليس يجي وسوس لهذا الإنسان، هذا راح يتلاقى بها، واش راح يقول لها؟ واش راح يديروا؟ علاش عيطت لها؟ إذا كاين حاجة بيناتهم، ويبدا بليس يدخل ويلعب بالرؤوس يخليه يولي يشك فيها، والخطبة هذه لا تستمر. ولهذا نقول لك أنا يا هذا طلاق معلق، أو لما قالت له قالها لو كان تهضري راكي مطلقة ألف، معناه لو كان تهضر مع وليد عمتها هذه راها مطلقة. يعني ولهذا نقول لها ما تحوسي على وليد عمتك هذا، ما تهضري معه، ما تشوفي فيه، حافظي على هذا العقد اللي بينك وبين هذا الرجل، وحافظي على البيت اللي راح يعني تكونيه، وإياك والشيطان اللي يلعب بكم. هذه الحاجة اللي نقولها. نعم. والثاني يعني تشوف ما دام الأمر وصل لهذه الدرجة نقولها خلي الأمر لما بعد الزواج، لأنه إذا كان هو قاصد لو كان تهضري معاه ما دام ما مش متزوجين وقصد هذاك الشخص بالذات، معناها عمتها ما هيش داخلة في الموضوع ولا واحد آخر. إذا هذه نصائح وأعطينا الحكم الفقهي، لو كان تهضر معاه معناها وقع الطلاق، طلاق معلق هذا. طيب. نعم. إلى غيره دكتور. نعم. هذه تلميذة تقول أنا في السنة الثالثة ثانوي وسأستاج شهادة البكالوريا بإذن الله تعالى، إن شاء الله تكون من الناجحات. سؤالها أنها ترغب وبشدة إكمال دراستها الجامعية في خارج الوطن، خاصة في دولة بريطانيا وتركيا. تقول سائلة على الأقل للحصول على تكوين عالي المستوى يؤهلني لإحداث فارق ولو بسيط في وطني بعد الرجوع إليه، لذلك أريد رأي الشرع بخصوص هذا الأمر. تقول أنها سألت ناس كثر وبحثت في الإنترنت فاختلطت وتناقضت عليها الآراء، لذلك هل الدراسة في الخارج لا إشكال فيها، وهل تستدعي توفر شروط معينة كتوصيل محرم لي للبلاد مراد دراسة فيها، وهل أفضل أن أمكث مع عائلة مسلمة عوض المكوث في الإقامة الجامعية الخاصة بالبنات؟ فأجيبوني بوركتم. نعم. وجزيتم خيرا. نعم. هي التفاصيل هذه. نعم. الأمر هذا أولا يعني حتى نوضع الأمر في الصورة، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديثه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
معناه السفر المرأة تروح تسافر وتقضي الليل والنهار، بل هذه راح تقضي أيام وليالي، نعم، أو شهور وسنوات بدون محرم وبدون زوج وبدون كذا، هذا موش أمر مقبول. شكون اللي يضمن باللي هذه البنت راهي 18 ولا 16 ولا 17 سنة تروح تقرأ في بلاد أخرى وتخلي دارهم هنا وساكنة وحدها؟ شكون اللي قال تبقى لاباس؟ احنا الآن واش رانا نسمعوا؟ الناس راحوا إلى هذيك البلاد، راحوا بولادهم، باباهم معاهم ويماهم معاهم والعائلة موجودة، ولادهم ضاعوا، أولادهم كانوا لاباس عليهم، لما راحوا ثم وضعية مختلفة وعادات مختلفة وعقلية مختلفة وإلى آخره، ضاعوا الأولاد. وشكون اللي يضمن باللي هي ما تضيعش؟ اليوم راهي تقول أنني ضامنة في نفسي، لكن ثم تولي حاجة أخرى. ولهذا أنه بنت رايحة بلاد واحدة أخرى تقرأ وكذا بدون محرم وبدون زوج ما هوش مقبول شرعا، هكذا. نجو إلى تفاصيل أخرى في الموضوع. طيب، أنا لو كان يجي يسألني واحد يقول لي عندي بنتي أي رايحة لبلاد أوروبي مثلا، لكن كاين العائلة ثم، كاين عائلة ثم، أنا أقول له عندك أحد الاختيارين، أديها أنت بنفسك ووصلها، كي تروح عند العائلة ثم راهي في وسطهم، مادام راهي عندك ثقة والفاميليا موجودة راهي في وسطهم، وتحاول ترجع للبلاد راك ديتها، ما يسافرتش وحدها. أحيانا الظروف ما تسمحش، لما تكون الثقة موجودة والأمر معناها رايحة منا من البلاد، رايحة بلاد واحدة أخرى وموجود العائلة، الناس يستقبلوها، نقول له فيها مادام طائرة من الأوروبا اش راح تدير؟ دير ساعتين، دير ثلاث سوايع، ما ديرش. إذا كان توصلوها أنتم هنا تروح في الطائرة، ولكن وكاين اللي يستقبلوها ثم في المطار ورايحة إلى هذه العائلة المأمونة وبنتهم عائلة معروفة، هنا فيها توسعة، يعني فيها مخرج في الجواز. نعم. أما يا طفلة روحي يركبها وراحت ما عارف وين راحت، لا راحت الفندق ولا راحت عند كش واحد ولا عند كش عائلة، ما عارف، هذا حرام عليه، عليها حرام وعلى اللي خلاها راحت حرام عليه. لهذا الأمور تكون مضبوطة. وزيد لك شيخ محمد حاجة، هذا كلام الشرع، لكن حتى الإنسان العاقل حتى وما هوش ملتزم بالشرع، تلقى إنسان اللي عاقل ويعرف وش معنى الاحترام ويعرف وش معنى القدر ويعرف وش معنى العرض، حتى وما هوش مدين ما يقبلش بنته يبعثها بلاد واحدة أخرى وما عارف وش كاين ورايحة وحدها وكذا. فما بالك إذا كان ربطنا أنفسنا بالشرع، الشرع الذي جاء ليحفظ الأخلاق ويحمي الأعراض ويبني الإنسان من أي تهمة، يعني ينجيه من أي تهمة أو أن يقع في أي خطأ. ولهذا نقول لهذه بنتنا هذه حبي تقرأ ما شاء الله، وعندك في البلاد إن شاء الله وين تقرأي، أما تروحي بلاد واحدة أخرى ما كان حتى واحد ووحدك، هذا موش مقبول. رايحة عندكم عائلة ثم وتروحي عند العائلة، وصلوك ولا كما قلت لها توصل ويستقبلوها، فالأمر سهل إن شاء الله وربي يوسع فيه. آمين إن شاء الله تعالى. طيب، سؤال موالي للسائل يقول أنه بعد تعذر الاتصال بالحصة مباشرة يبعث بسؤاله، يقول أنه صح، وهي سائلة عفوا دكتور، أنها صاحبة صيدلية ووصل وقت إخراج الزكاة، غير أنه اختلطت عليها بعض الأمور، فتود من فضيلتكم الفتوى
في هذا. تقول في ديسمبر من عام 2018 قامت بشراء سيارة بصيغة ليزينج أو ما يسمى بالبيع عن طريق الكراء ولمدة 4 سنوات. تسأل تقول هل أنقص قيمة عام من قيمة السيارة من رأس المال بحكم أن السيارة دين لمدة 4 سنوات أو أن قيمتها لا تنقص من رأس المال؟ هذا الشطر الأول. لا، هذا الدين لا ينقص الزكاة، هي راهي تخدم في يعني عندها صيدلية وعندها أموال تدخل وعندها وقت للزكاة، لما يجي وقت الزكاة تحسب قاع دراهمها، وهذيك السيارة اللي شريتها عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك ليزينغ هذه ما تنقصهاش ما نعم. لأنه راه هذا الديون راهي مؤجلة مش معجلة، يعني لعدة اعتبارات نقول لها تخرج على كل أموالها الزكاة، أما هذيك راهي تخلص فيها وتخلصها بالقل. نعم. طيب السؤال الثاني تقول أنا وإخوتي قمنا بوضع صندوق، وهذا الصندوق نضع فيه كل شهر مبلغ مالي وكل 3 أشهر يستفيد منه أحدنا وهكذا، وهذا الشهر كانت قيمة الصندوق من نصيبي مع العلم أنه مبلغ بالغ النصاب، ففي هذه الحالة هل أجمع المبلغ مع رأس مال الصيدلية وأخرج الزكاة عليهما معا أو أخرج على رأس مال الصيدلية وأنتظر لحوالي الحول على باقي المال علما أنه ليس لي نتاج تجارة ولا شيء؟ شوف هنا هذاك المبلغ اللي دخل الواجد بالغ نعم بلغ النصاب ودخل نعم، دخل على اساس قرض ولا ماذا؟ المبلغ الثاني على اساس تلهيبة تملك، اما كل شهر يضعوا واش عليه كل شهر؟ قال انا رانا في 3 نعم نحطوا مبلغ من المال في صندوق، انا نحط مبلغ مثلا انا نحط 20 مليون انت 20 مليون واخر 20 مليون 60 مليون 60 مليون فيها النصاب، والان جاء وقت الزكاه انا عندي 20 مليون في 60 مليون، لكن 20 مليون تاعك وتاع هذاك ماهيش تاعي قرض، اذا تخرج الزكاه على المبلغ اللي تملكه هي، لأن هذاك ال 40 مليون الأخرى عبارة عن دين تعاود تمدو في شهر واحد آخر يزيد، يدي واحد يدي 20 مليون تاعو، وشهر ثالث الثالث يدي 20 مليون تاعو، ولهذا النصيب تاعها اللي تملكه حقيقة هي اللي تزكي. مثلا أنا حطينا 20 60 مليون، قبل جيت نديه نقدر نقال لا بطلنا، انت تعاود تدي 20 مليون تاعك وهذاك يدي 20 مليون تاعو، انا تبقى لي 20 نعم، اذا 40 مليون لو كان تاعي ما نرجعهاش، اذا هذاك المبلغ اللي تحطه في الصندوق تضمه الى مال المال الاخر في الشيء في النصيب اللي تملكه، اما الباقي فهي عباره عن ديون ليست مال ملكا. نعم. طيب السؤال الأخير تقول سمعت من بعض الأشخاص أنه يجب إنقاص مبلغ الكراء قبل إخراج زكاة بحكم أنه مال دين وكذلك أنه بعقد كراء، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، أنا نقول الأخت هذه ولا لأصحاب المحلات، أنت عندك محل وعندك ديون، كيجي وقت الزكاة فقط تحسبي الأموال وتحسبي المصاريف تاع المحل لشر تاع المحل فقط، قال مثلا المحل هذا راني كارية وعندي يعني الفاتورة تاع الكهرباء مثلا وعندي النصيب نخرجوا لي الضرائب في الشيء اللي يوقع قبل الزكاة، يعني مثلا إذا كان الزكاة في الشهر هذا والكراء تاع قبل الشهر هذا مازال ما خلصتوش، الكهرباء تاع الشهر هذا وقبل مازال، مثلا الضرائب تاع القديمه مازال، هذه نعم تنحي هذيك الاشياء لانه لا تملك هذيك الاموال، لكن تاع الكراء اللي مازال ما وصلش وقته والكهرباء اللي مازال ما لم تستهلك بعد
والضرائب اللي مازال ما جاتش وقتها هذيك كامل ما تحسبهاش. ما تقولش باللي راح يجيني هذيك المصاريف هذه راح تكون لي في اخر السنه كذا، لا نحسب على المصاريف اللي كانت قبل موعد الزكاه والخاصه بالنشاط التجاري. نعم. لا بالاشياء اللي موجوده في البيت، مثلا اذا كان الكرا تاع المحل وكذا ينحي هذاك المصاريف، لكن الكرا تاع الدار ما عندوش علاقه. نعم. نعم. بارك الله فيك. اذا مشاهدينا المتابعين الكرام يمكنكم التواصل معنا ان شاء الله في هذا البرنامج، وعند ان شاء الله اطلاع على اسئلتكم نجيب عليها في حلقاتنا التي تبث عليكم. العنوان ظاهر ادنى الشاشه، كما يمكنكم المراسله والمكاتبه عبر البريد العادي 21 شارع الشهداء الجزائر العاصمه قناه القران الكريم. سؤال موالي دكتور موسى، تسال سائله تقول هل تقال الصلاه الابراهيميه عندما يكون الفرد في صلاه القضاء؟ هل ياتي بها؟ الصلاه الابراهيميه معناه لما نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا واش معنى الصلاه الابراهيميه حتى يكون المشاهد وتكون المشاهده عارف ما معنى الصلاه الابراهيميه. سميت الصلاه الابراهيميه لاننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب من الله تعالى وندعوه ان يصلي عليه وان يبارك له كما صلى الله وبارك على ابراهيم واله عليهم الصلاه والسلام. هذه سميت الصلاه الابراهيميه، والصلاه الابراهيميه سنه في كل صلاه في النافله والفريضه. لما نصلوا زوج ركعات مثلا تحت المسجد، او نصلوا زوج ركعات صلاه العيد مثلا، او صلاه الاستخاره، هذه نوافل. لما نجيبوا التشهد من السنه نزيدوا الصلاه الابراهيميه. الفريضه نفس الشيء، في الركعه الاخيره التي تكون فيها التشهد اللي يجيب قبل السلام من السنه ان ناتي بالصلاه الابراهيميه، سواء كانت الصلاه حاضره او فائته. معناه اذا كان راح نصلي الصلاه في الوقت نجيبوا الصلاه الابراهيميه، واذا راح نقضي صلاه قديمه واحد اللي عنده صلوات او يقضي فيها هذا نفس الشيء، نقول له تجيب الصلاة الإبراهيمية ولو في الصلاة اللي تقضي فيها. لكن ملاحظة نزيدها أن الصلاة الإبراهيمية سنة ليس فيها سجود السهو. نعم. لو كان واحد مثلا لا يأتي بها نساها، جاب التشهد تحية لله الزكية لله الطيبة الصلاة لله السلام عليك حتى وصل للتشهدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال السلام عليكم انسى ما جاب الصلاة الإبراهيمية، خلى سنة، لكن هذه ما فيهاش سجود السهو، يعني ما يترتبش عليها سجود السهو. نعم. طيب نمر سؤال ثاني للسائلة تقول بالنسبة للفضة التي يضعها طبيب الأسنان عندما يعالج الأسنان التي بها تسوس، هل يحاسب عنها الفرد بعد موته؟ وما حكم هذه الفضة في أسنان الميت؟ نعم، هذا ما يتحسبش عليها. عندنا احنا في الفقه الإسلامي أولا حرم الله تعالى الذهب والفضة على الرجل، ولكن هذا التحريم عنده استثناءات. ما معنى استثناءات؟ يعني القاعدة لها مستثنيات، القاعدة تحريم الذهب والفضة على الرجل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى الخاتم من الفضة للرجل، هذا يدير إنسان بباب السنة جائز له. النبي عليه الصلاة والسلام لأن في وقته ما كانش كان عملية تجميلية، العملية التجميلية ظهرت مع تطور الطب والتطور الطبي هنا وهنا، ما وش رجل يسمى عرفجة، هذا الصحابي دخل في الإسلام، وقبل دخوله في الإسلام في الجاهلية شارك في حرب قطع أنفه، أنفه كان مقطع يعني المظهر تاع الوجه
يظهر مظهر غير. النبي صلى الله عليه وسلم كي شافوا يبان بهذاك الشكل والأنف مقطع قالوا أمره أن يتخذ يصنع أنف من فضة. الرجل دار أنف من فضة، لكن الموضع أنتنا يعني الفضة ما لأمتش تفاعل الجسد مع الفضة فوقع له التهابات على مستوى الأنف. لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحيه واتخذ أنف من ذهب، وراح صنع أنف من ذهب وصار يستعمله، مع أن الذهب حرام على الرجل، لكن هذه مستثنيات. نعم. احنا الآن واحد يقطع أنفه ما نقولوش دير أنف من ذهب، لأنه الآن الطب تطور ونقول له يجوز لك الجراحة التجميلية وتتخذ أنف. واضح. نفس الشيء الصحابة رضي الله عنهم بعضهم سقطت أسنانهم أو صارت تتحرك فربطوها بالذهب والفضة أو اتخذوا أسنان من ذهب، من بين هؤلاء المغيرة رضي الله عنه وأنس بن مالك، لما كبر صارت الأسنان تتساقط ربطها بالذهب. ولهذا إذا هذا الفضة اللي تستعمل للعلاج على مستوى الأسنان والأضراس ويستعملها الطبيب لأجل يعني مداواة الضرس والقضاء على يعني السوسة هذيك، هذا أمر جائز ما فيش مانع وما يتحسب عليه ما والو. لماذا؟ لأن هذه مستثنيات من النهي. نعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب سؤال الموالي لسيدة أنسة، تقول أن أختها كانت مخطوبة لشخص لكن قبل دفع مهر الزواج تم فسخ الخطوبة من قبل أخت الخطيب بسبب أنها اتهمتني بعدم إنجاب الأطفال مع أنها لا تعرف هل أنجب أو لا، لكن بعد فترة من الخطوبة اشترى الخطيب لأختي خاتم ذهب وعطر هدية لعيد ميلادها مع تقديم 5000 دينار جزائري مع الهدية لأجل شراء ملابس. أخت الخطيب هي من فسخت الخطوبة وهي تطالب بإرجاع الخاتم وبمبلغ المال، فما حكم هذا؟ هل نرجعه أو لا؟ مع العلم أن الخطيب قال إذا أحببتم إعادة الهدية والمبلغ المالي أعيدهم وإذا رفضتم ذلك فأنتم أحرار. نعم. إذا هذه مخطوبة. نعم. ولأنه هذا اللي الخاطب هذا بمناسبة قدم مبلغ من المال وشيء من الذهب هكذا. نعم. قدمهم على أساس هدية. الآن هذه أخت الخاطب تدخلت وفسدت الخطوبة هذه. نعم. هذا أولا حرام عليها، هذه النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أخبث الناس صاحب الوجهين الذي يأتي ليفرق بين الأحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. هذه النميمة اللي دخلت بين أخوها والمخطوبة وفرقت بيناتهم وتقول أنها لا تنجب الأولاد، هي جات باش تقول باللي ما تجيبش أولاد وانت عارف هذا الشيء. الآن هذه الحاجة الأولى لأن نجاوبها فقهيا، لكن نذكر المسائل الأخرى. هذا الخاطب لما قدم بمناسبة العيد ولا غيرها هدية عبارة عن قطعة ذهب ولا شوية دراهم بشري لبسة، هذه هدية وما يقدرش يتراجع فيها ما دام وصلت لليد وخضاتها المخطوبة هذيك، خلاص ولت ملك لها. واللي أعطاه هدية لواحد ومدها له وداها حرام عليه يعاود يرد الهدية، يقول ردها لي. إلا الأب الوالدين لو كان باباك أعطاك حاجة يقول لك رجعها لي، ترجعها لي قبل ما تتصرف فيها، لكن غير الأب وغير الأم لا لا. واحد أعطى صاحبه واحد مثلا صاحب المؤسسة أعطى هدايا للعمال وبعد يقول لهم رجعوها لي، لا حرام عليه. لماذا حرام؟
لأن الحديث واضح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ولهذا الهدية هذيك راهي للمخطوبة، ما تقدر لا خط الخاطب هذا كي تقول لهم رجعوا لنا الدراهم والهدية ما يجوز لهاش، حرام عليها. وحتى الزوج قال لها إذا حبيتوا ترجعوها، إذا ما حبيتوا نعم خيرهم، ما عنده حتى كلام. نعم هما من عندهم، هي هذيك المخطوبة هذيك أمالها، لو كان يحبوا يرجعوا له الهدية تاعه بلا ما يطلبها هو، يرجعوا له محبة خاطر كما نقول. أما باش هو يطلبها لا لا، لأنه الحكم واضح، الهدية لا ترد، والراجع العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه ما تدخلش في مسألة رد المهر وكذا، لأن هذه هدية وليست مهرا. نعم. طيب سارة من الجزائر، دكتور موسى تقول: أنا حلفت يمين وحنثت فيها، بالنسبة لإطعام 10 مساكين ماذا تعمل إن تعسر عليها إيجادهم أو لم تعرف الوصول إليه؟ نعم، هذه نلقاو مشكل في 10 مساكين إذا كان نعطوها لهم أكل طعام. إذا أعطيناها لهم طعام ربما قال أنا باش نوكل 10 من الناس ما نلقاش، خاصة إذا كانت امرأة، كيفاش راح تجيب واحد يأكل إلا إذا لقيت امرأة فقيرة ممكن تجيبها للدار، وربما ظروفها في الدار ما تقدرش توكل، ربما رجلها ما يقبلش. إذا كان الإطعام هذا إما تطعم هي وتقدر توصي أمها خياتها، قال نعطيكم دراهم وطيبوا وكلوا 10 من الناس. وحنا في الإطعام في كفارة اليمين مش شرط غير طيبنا، بل إن بعض الفقهاء يقول لك تقديم الطعام نيئا مش طيب أفضل من تعطيه طيب، لأن الفقير لما تعطي له يطيب كما يحب والوقت اللي يحب، كي تعطيها له طيبة يعني واجدة قادر ما وش حاب ياكل، ظروفه ما تسمحلوش. ولهذا بعض الفقهاء يقول لك تعطيها له هو يطيبها كما حب. أقل شيء أقل شيء أنا واش نقولها، تقدر تدير حاجة، تشوف زوج عائلات، يعني تشوف زوج عائلات وتشري زوج شكاير تاع سميد 10 كيلو 10 كيلو مثلا، وتمدها كل شكارة تمدها لعائلة فقيرة، وهم أكيد السميد هذاك داروه خبزة وكلاوه، داروه طعام وكلاوه، ويكفي هذا بلا ما تحوس على 10 من الناس، زوج عائلات. لأن العائلة الجزائرية في الغالب يكونوا فيها 5 من الناس، الرجل والمرأة، على الأقل عنده 3 ذراري بالك ما هو بابه، كي يكون فيها 5 من الناس كي تمد شكارة 10 كيلو وجهة أخرى شكارة 10 كيلو كافي كافي إن شاء الله. ما لقاتش وما قدرتش تخرجها قيمة بالقيمة، منين تلقى فقير تعطي له حتى يخلصوا 10. بارك الله فيكم. نعم. هذا سؤال من أختنا تقول: أنا جزائري مقيمة بفرنسا تلبس الحجاب وتسأل دكتور: هل عند خروجها من المنزل في فصل الصيف بدون جوارب وحذاء يكون مفتوح، هل تستطيع أن تلبس حذاء يعني يغطي الأصابع وما وراء القدم وإلا فوق القدم؟ يعني تريد تفصيل في موضوع ظهور القدم، هل هو عورة أو لا؟ نعم، هذا هو من الأسئلة اللي يكثر طرحها من قبل النساء، يعني كثير من الأخوات أمهات أو أخوات يطرحوا علينا هذا السؤال، خاصة في زمان الصيف، وخاصة المرأة اللي تخرج بزاف ربما ما تقدرش تلبس صباط كل يوم وتقاشرو إلى آخره، ومضطرة باش تمشي بالبليغة ولا تمشي يعني بليغة أو صندالة أو نحو هذا، والرجل تبان، هذا حلال ولا حرام؟ أولا باش نقول حلال ولا حرام نطرح السؤال الأول باش نجاوب عليه. عورة المرأة
ما عدا الوجه واليدين، يعني المرأة تستر روحها ما عدا الوجه إذا بان وجهها جائز، واليد. هل الرجل عورة وليس عورة؟ هنا نجد أن بعض العلماء اعتبر الرجل مثل اليد. قال اليد علاش ربي جوز للمرأة تبين يديها؟ لأن اليد لازم تخدم بها، لازم تغسل يدها، لازم تنقي بيدها، لازم كذا. اليد مضطرة باش تنكشف، والرجل مضطرة باش تنكشف ولا لا؟ فلهذا نجد من الفقهاء قال الرجل مثل اليد، ليست عورة لأنها مضطرة باش تبينها، خاصة باش تمشي وباش تخرج إلى آخره. وآخرون قال لك لا، الحديث قال الوجه والكفين، أنا ما نزيش الرجلي. إذا المسألة بين العلماء، هل الرجل عورة ولا ليست عورة؟ اللي اعتبرها عورة قال لازم تتغطى، واللي ما اعتبرهاش أن الرجل عورة قال ماشي شرط تتغطى. لحد الآن أنا أعطينا الخلاف. الشيء اللي احنا نقوله للأخت هذه ولا الأخوات اللي يسمعوا، اللي قالوا بأن الرجل ماهيش عورة مثل ما هو عليه المذهب الحنفي، في المذهب الحنفي أن الرجل مثل اليد، العورة ما عدا الوجه واليد والرجل القدم. وهذا الرأي موجود في المذاهب الأخرى، نوجد مثلا عند المالكية من قال بهذا الكلام، نوجد أن ابن تيمية من الحنابلة رجح مذهب الحنفية أن الرجل ليست عورة. على هذا الأساس، يعني على هذا الأساس، إذا اعتبرنا الرجل ليست عورة يجوز للمرأة تلبس بليغة ولا صندالة، ولو صبعتها يبانوا ولو القدم يبان، ما فيش حرج إن شاء الله تعالى. وهذا القول أيسر على النساء وأسهل على النساء، وهو اللي نقوله للنساء. بارك الله فيكم إن شاء الله. دكتور موسى شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام، شكرا لكم وصول على المتابعة والوفاء طيلة دقائق هذا البرنامج. إلى لقاء قريب إن شاء الله في رعاية الله وحفظه. السلام على الجميع ورحمة من مولانا تعالى وبركاته.